ننتقل لفقرتنا الأخيرة مع شابة موهوبة اتخذت من المطبخ درس الأول لتنطلق من المواد الأولية وتفجر موهبتها من خلال ابتكار مواد خاصة فيها بعالم الميك أب أرتست لتكون أصغر ميك أب أرتست في سوريا بعد تخرجها من معهد الفنون التطبيقية قسم النحت بسوريا عام 2013. بنت ال 25 سنة أصبح برصيد العديد من الأفلام والأعمال الدرامية، ضيفتنا لليوم سارة عرنادة، يسعد صباحك سارة، أهلا وسهلا فيكي. نورتينا حبيبتي، شكرا كثير. سارة نحن رح نبلش حديثنا معك، لكن بالبداية رح نتابع بعض الصور من فنك وإبداعك ونرجع لنبدأ هالحديث. سارة كنا عم نشوف بعض من صور لأعمالك، خلينا نحكي عن بداياتك، كيف يمكن اكتشفتي هي الموهبة الميك أب أرتست؟ يمكن بسوريا ما في إلى اختصاص يمكن خاص بالمعهد العالي في المسرحية ولا جامعة خاصة، فهي فيها صعوبة نوعا ما خصوصا حتى من خلال المواد. خلينا نحكي عن بداياتك، كيف بلشتي، كيف كانت البداية؟ صحيح، هلا أنا تخرجت نحت وكان مشروع تخرجي له علاقة بإدخال الألوان على الخشب، وبعدين يعني هي يعني بعاد عن بعض فيك تقولي، بس هي يعني وقتها فتت وشفت، وبالصدفة صراحة يعني صارت كل القصص انه انا عم شوف على اليوتيوب مثل كل هالعالم، واكتشفت انه انا ممكن يعني انشد لهيك امور او انشد لهيك تفاصيل صغيرة وممكن بقدر اعملها، وجربت اول تجربة لإلي وصراحة كانت يعني تبع مفاجأة كتير، وعملت مقالب بالعالم، هو جرح صغير بإيدي من المعجون تبع الأولاد يعني، وحطيت له ألوان وهيك، فكانت مفاجأة، وبنفس الوقت إنه يعني حسيت إنه ممكن هون يكون مكاني، فبلشت أبحث أكثر وطور أكثر وأعرف التفاصيل أكثر. طبعاً ما أخذت ولا كورس ولا عملت ولا سألت حدا، يعني أصلاً أنا يعني بعيدة عن هاي الأجواء، يعني كنت أجواء فنون يعني أكثر. المطبخ كان يمكن هو فوقتها بلشت أشوف المواد وشو من شو بينصنع الجرح وشو ممكن نعمل الماسك، فحاولت استبدل الأشياء اللي بنستخدمها من نحت بمواد أولية ومواد بسيطة أكثر ومواد ما تأذي البشرة. تمام، فبلشت أعمل أشياء من الجيلي مثلا، الجيلاتين من النشا والطحين وهدول القصص، وبلشت أبحث فعليا عن هدول المواد اللي بنستخدمها بالمكياج، ويعني زبطت بطريقة ما، طبعا بعد محاولات فاشلة كثيرة. وشوفي شو بيصير بالمطبخ بعد ما تدخلي. تماما، يعني الوالدة عليكي نوجه تحية للوالدة اكيد. اي يعني بعد تجارب كثير وبعد كثير يعني ابحاث فعليا ودراسات فعلية عن المواد، فقدرت حتى بمواد المكياج هلا اقدر اصنع شيء اخف ضرر للبشرة من اللي بنستخدمه حاليا كمكياج سينمائي. يعني سارة عرند اسم دخل بعالم الميك اب ارتست، لكن اليوم كيف بتشوفي هالفن بسوريا والاهتمام فيه؟ هلا الاهتمام فيه موجود، وفي عنا مكياريه يعني اكيد ما فينا نحكي عنهم، هن كبار وهن يعني كثير خبيرين بعملهم، بس يعني هو
ما اللي هن الجروح والضرب وهدول القصص. نحن ما عندنا افلام اكشن ورعب حتى يظهروا كثير، بس للاسف بظل الحرب يعني صار يظهروا كثير، خاصه يعني خاصه بالافلام والاشياء المتعلقه بالحرب وهدول القصص. فشوي يعني بهاي الفتره اللي كم سنه اللي مضوا فبلش هذا الفن يطلع فعليا. اما كميك اب عادي فهو لا موجود، وفي في عالم كثير شاطرين يعني. هي النقطة يمكن اللي بدي احكي عنها، ميك اب ارتست في سوريا يعني ما في تخصص عام لإلها، بس في عندنا فنانين بنوجه لهم تحية، فنانين كبار بعالم الميك اب ارتست اللي يمكن هن طوروا نفسهم بنفسهم من خلال يمكن امكانياتهم وقدراتهم. قديش بتلاقي فعلا صعوبة لما انت كميك اب ارتست انت يمكن اللي وجهتي نفسك ودربتي نفسك، لانه ما في اختصاص عام، ويمكن اذا بدنا نقول الصوره بتلعب دور. نحن عم نشوف بعض من صورك او بعض من اعمالك في مصداقيه عاليه، يعني لحظه انت بتشكي انه هيدا الشيء حقيقي ولا لا. صحيح صحيح. هلا هي الفكره يعني طورت حالي اكيد واشتغلت على حالي، بس ما بيمنع اكيد اني كنت تحت ايد حدا من الاشخاص الكبار بالمكياج. واكيد يعني قد ما كبرت وقد ما ضليت بهي المهنه اجباري كل يوم بدي اتعلم اشياء جديده. بس هي الفكرة انه يعني انا حاولت قدر الامكان انه افصل المكياج العادي عن المكياج السينمائي، بس مثل ما قلت انه نحن ما عندنا كثير هدول الامور يعني كافلام بافلامنا، فاضطريت اخذ دروس مكياج عادي حتى اقدر اوازن بين الاثنين. عرفت يعني المكياج العادي هو فينا اي حدا يمكيج يعني، بس انه مكياج تلفزيوني بظن بتعرفوا انه هن مواد مختلفه وطريقه مختلفه تماما. فا يعني اخذت بعض الدروس بس انه رواق. ساره لك مشاركات ضمن مع المؤسسه العامه للسينما وبافلام سينمائيه خاصه سينما الشباب، خبرينا عن المشاركه. هلا هاي المشاركه ظريفه كثير لانه هن افلام خفيفه، افلام قصيره جدا، هي يوم تصوير او يومين، فهي خفيفه على العمل كعمل. وبنفس الوقت انت وقت تشوفي حدا طموح وحدا شاب وبده يعمل وبده يساوي يعني، عرفتي هذه الطاقه اللي عنده والافكار ممكن تكون غريبه احيانا، بس انه تقدري انه تساعدي بهدول القصص. وهي طبعا كمنحه شباب هي باقل التكاليف يعني باكبر قدر من الـ من الـ من العمل، لانه انت بسرعه بانجاز او بنهارين تمام بدك تشوفي النتيجه امام عينك تماما. فكانت تجربه حلوه يعني، بهي السنه كانت ظريفه كثير. اشتغلت كثير بطريقه ما انه كانوا كمان يعني بظل الحرب يعني، فهن تقريبا مو كل الافلام بس انه يعني الاكثر. كان تحدي لإلي لأنه يعني عم ببني شيء لإلي أول شيء. ثاني شيء كان يعني هاي أول سنة بعمل حالة أنه أنا بتعرف على المخرج أولاً لحتى أفهم شو بده، أفهم شو الطريقة اللي عم يفكر فيها لحتى يظهر شخصية بالفيلم. يعني اشتغلت على كاركترات، اشتغلت على جروح، اشتغلت على قصص كتير مهمة يعني برأيي الخاص يعني بمسيرتي مثل ما بينقال. فكانت كتير ظريفة هالتجربة، وأكيد أكيد يعني حضلني عيدة يعني. إذا طيب خلينا نحكي، يمكن كان لك عدة تجارب مثل ما قلنا بمؤسسة السينما وبعض الأفلام، خلينا نحكي عن فيلم ثلاثة مسامير، يمكن له تجربة خاصة تمام. أو حكاية خاصة. ثلاثة مسامير هو بإنتاج خاص، أنت يعني هو تختلف عن المؤسسة ومن يختلف عن المؤسسة. هذا الفيلم انعمل ب 2015. ببساطة تعرفت على المخرج، وهلأ هو من أعز أصدقائي صراحة. وقت تعرفت عليه وشفت الفكرة الغريبة اللي عنده، وكان كان بعد لسه ما يعني ما كل العالم يعني بال 2015 بدهم يقترحوا أو يحكوا عن هذا الشيء اللي هو الحرب، وكيف يعني الحرب بالنسبة لشاب أو بالنسبة لصبية بهذا العمر، أنه أنت عم تعيشي بفترة كتير عصيبة وهي المفروض تكون أحلى فترات حياتك. فكانت الفكرة كتير حلوة وطريقة طرحها كتير حلوة، وكنت أسيستنت دايركتور معه يعني لهي الدرجة اشتغلنا مع بعض. وهذا الفيلم صراحة يعني من أهم الأفلام اللي اشتغلتها
من الأفلام القصيرة بحياتي، شارك بأكثر من 40 مهرجان. تم ترشيحك لجائزة كمان أيضا. شارك بمهرجان كان ترشح بأنه يكون بركن الأفلام القصيرة، يعني إذا بتفوتي على مهرجان كان على الإنترنت موجود الفيلم. تمام، نعرض بأكثر من 50 دولة حول العالم. هو صامت ما فيه ولا كلمة، بس كتير كان معبر، وإن شاء الله يعني يوصل ويوصل أكثر يا رب. يعني اليوم سارة قديش بتحسي أنه أنت في خط، في طريق بلشتي تمشي عليه وعندك هدف أكيد لحتى توصلي اليوم، قديش عم تسعي بشكل أكبر أكثر، عم يكون في يمكن هدف عندك وطموح حابه توصلي له؟ أكيد طبعا، يعني كل هاد ولسه ما بلشت حتى، هيك بحس يعني، ولسه الطريق كتير طويل، بس إن شاء الله أقدر وصل اللي بدي إياه، وأقدر أوصل لمرحلة تبع أنه أقدر أعمل جرح وروح على المشفى لهالدرجة يكون مصداقية يعني لا ما يصير، ما على قلبك شر وما يصير لي خلينا نحكي بالمكياج بس، خلينا نحكي بال 2018 في تحضيرات جديده او في مشاريع عم تحضري لها او في عروض ممكن تكون قريبا ان شاء الله؟ هلا في شيء خاص لي يعني ما له علاقة كأفلام، هو بدي حاول أرجع دخل النحت بالمكياج، ولنشوف شو، يا بتزبط يا ما بتزبط، هلأ قيد الدراسة يعني، هو وصعب التنفيذ جدا، بس بدي حاول لأنه يعني هو تحدي جديد لإلك. تماما، تحدي كتير كبير، وممكن كتير يعني هو أكيد حيفيدني لبعدين، بس حوصل لإرني أقدر كون أنا الأولى اللي عملتها. يعني حلو. هي انك تفوتي نحت على ميك اب بغض النظر انه هو اصلا ميك اب في يوم انه بتعملي قصص منحوتات وبتصبي سيليكون وهيك، بس بطريقه مختلفه. يعني وقتها تبتكري يمكن او يكون في لك ابداع اكثر بالفن عن طريق مزج يمكن بعض الاشياء وبعض الادوات والمواد مع بعضها. اليوم انت عم تحطي بسمتك الخاصه ساره. هلا اكيد في بصمه خاصه، بس كمان بدك تحس بيا انه هو اللي سهل لي الامور، انه انا كنت يعني كفنون تماما. كنحت بعرف ارسم، بعرف اخلط لون، هدول كل الاشياء سهلت لي القصص. يعني هو كثير له دور انه تكوني بتعرفي تشريحيا، بتعرفي عن جد لونيا، يعني هي خطوط وتشريح، ما يعني ما بعرف دكتورة في كتابة دكتورة سارة ميك أب أرتست سارة، عرنا نشكرك على وجودك معنا، نتمنى لك التوفيق بجميع مشاريعك القادمة إن شاء الله منا للأعلى. شكرا كثير لإلك. شكرا سارة، نحن أكيد نتمنى لك التوفيق وإن شاء الله بتوصلي لأعلى المراتب بهذا المجال وبغيرها من المجالات، وأكيد منوجه يمكن تحية لكل حدا شجعك وأيضا تحملك يمكن بهالأشياء يمكن اللي عم تخدعي فيها. أولا ماما المقالب كلها بماما الله يعينها موفقة سارة. شكرا كثير. شكرا لك.